سمعنا عن حملة أكثر دقة، فلما تسمع أكثر دقة تبقى عايز تعرف إيه حملة أكثر دقة، إيه اللي بينقلها مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان. هنعرف إيه الموضوع. البيت الأبيض قال الحقيقة أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان سيجري محادثات جادة للغاية مع المسؤولين الإسرائيليين. ولما تسمع جادة للغاية وكأن كل الفترة اللي فاتت دي لم تكن جادة إلى زيارته هذا الأسبوع إلى إسرائيل، في الوقت كمان اللي بتتطلع فيه الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل للقيام بحملة أكثر دقة ضد حركة حماس. وطبعا الحملة دي الحقيقة المصطلح عمليات أكثر دقة بيبدو أنه إشارة مبطنة للاستمرار بالقصف الإسرائيلي لغزة، يعني تحس كده أن وراها سبب للقصف الإسرائيلي لغزة. الحقيقة طبعا الزيارة دي، هل العدوان الإسرائيلي على غزة هيدخل، يعني هيخلينا نفكر، هيدخل لمرحلة جديدة مختلفة التفاصيل؟ حاجات كتير جدا احنا مش عارفين، عايزين تحليل لكلمة جادة للغاية وتحليل كمان لأكثر دقة. الاثنين الحقيقة هيخلوني الآن يكون معايا مداخلة من دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. دكتور طارق مساء الخير يا فندم. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ شاكر، تفضلي فندم. الحقيقة دكتور طارق، يعني خليني كده أنضم لصفوف المشاهدين وأسأل حضرتك، يعني هل بعد هذا الوقت الطويل في الحرب على غزة يعني يأتي مستشار الأمن القومي الأمريكي لنسمع عن مباحثات جادة للغاية ومعها أيضا يعني هذا الحملة بتاعت أكثر دقة؟ يعني يا ريت نعرف يعني كيف ترى يعني العنوانين دول. هو بالتأكيد طبعا المستشار الأمن القومي بيجري اتصالات منذ عدة أسابيع مع الفريق الأمني من الجانب الإسرائيلي، والجانبين التقيا أكثر من مرة سواء في واشنطن أو في تل أبيب. هدف الزيارة وما يجري هو التنفيذ للخطة باء أو المرحلة الثانية من إدخال كثير من الأفكار إلى حيز التنفيذ. نحن الآن في مرحلة الترتيبات الأمنية والاستراتيجية التي ستعمل بها إسرائيل بالتنسيق مع الولايات المتحدة في عمق القطاع. هناك تباين وتجاذب في الرؤى بين الطرفين، يعني الإدارة الأمريكية لديها تحفظات على مواضيع متعلقة بالبازر زون، على المنطقة العزلة، على المنطقة في عمق القطاع سواء كان كيلو أو كيلو ونص إلى 2. طبعا هناك تجاذبات وتباينات في الإدارة الأمريكية تحفظت على هذا الأمر، و بطبيعة الحال الأمر محال إلى الفريق الأمني المشترك، لأنه الولايات المتحدة تتعامل مع إسرائيل في هذا التوقيت أنها طرف وشريك مفاوض فيما يجري. يعني لا تصدقي أن هناك يعني اختلافات في الرؤى لكن في السياسات. الأمر الآخر والأهم هو مطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن لتغيير الحكومة، وهذا الحكومة الإسرائيلية. هذا يفسر لحضرتك انه الولايات المتحده كاداره منخرطه انخراط كامل فيما يجري في اسرائيل، سواء بالنسبه لعمليه غزه، الترتيبات الامنيه والاستراتيجيه، وايضا بالنسبه للجانب الاخر الخاص بالرؤى والمقاربات الامنيه والاستراتيجيه. وهذا يفسر لحضرتك ما يقوله مستشار الامن القومي وما قاله من قبل ايضا مستشار الامن القومي في تصريحات مختلفة ومدير المخابرات المركزية ويليام بيرن. وبالتالي نحن الآن أمام المرحلة الثانية، المرحلة الثانية سندخل بها الترتيبات الأمنية والاستراتيجية، والخطورة كل الخطورة أن نتصور أن الإدارة الأمريكية يمكن أن توقف الحرب على قطاع غزة أو أن يكون هناك مقاربة أمنية جديدة أو الضغط في اتجاه إسرائيل، لأنه كما أشرت لحضرتك هناك ضغوطات أمريكية في اتجاه تغيير الحكومة لكي تقبل من جديد، بمعنى أنه يعاد تعويم دور حكومة جديدة في إسرائيل. طيب هنا اسمح لي دكتور طارق، السؤال اللي يعني الواحد يتبادر إلى الذهن سؤاله، هل من الممكن أن يتم تغيير الحكومة الإسرائيلية في وقت الحرب؟ أم أن أكثر دقة تعني أكثر سرعة، أكثر انتهاء من الموقف، أكثر دقة في القضاء على عناصر حماس ثم تغيير الحكومة؟ من يأتي قبل من؟
يعني هو لن يختلف كثيرا انا في تقديري، برغم كل يعني التوقع بانه بعد الحرب سيتم تغيير مكونات الائتلاف او توسيع نطاق الحكومه، او حتى فيما يعرف بتغيير توجهات الحكومه. هذا شيء داخلي في اسرائيل، لكن صحيح. هناك اتفاق حضرتك استاذ شفقي على امرين، ان حكومه مجلس الحرب مستمره في العمليه العسكريه لاطول مده معينه بهدف فرض استراتيجيه الامر الواقع واجراء الترتيبات الامنيه كما ذكرت. مجلس الحرب والحكومه كما تعلمي حضرتك يعني تستهدف اطاله امد المواجهه، لكن الجانب الامريكي يريد انهاء الحرب قبل نهايات العام وقبل دخول الانتخابات الامريكيه مرحله جديده، وبالتالي هم يتخوفون من ردود الفعل الخارجيه والدوليه، وبالتالي الاداره الامريكيه تسعى الان الى التعجيل بانهاء الحرب وتنفيذ الترتيبات الامنيه، ثم الشروع بقى في الخطوات الاخرى. موضوع تغيير الحكومه امر قد يبدو يعني شكلي، لكن الاساس في طبيعه العمليه ومهامها وطبيعه الخطوات التاليه. لهذا يقول نتنياهو انه لن يتفاوض مع السلطه الفلسطينيه، لا يريد حكم الرئيس محمود عباس، لا يريد ان يعترف باوسلو. كل هذه التصريحات تمهيد حضرتك لما هو قادم، بمعنى ان الاداره الامريكيه عليها ان تبحث عن الحل. هل هي تريد دور للسلطه الفلسطينيه؟ هل الترتيبات الامنيه ستشمل الضفه ايضا؟ لانه كما تلاحظي خلال الساعات الاخيره هناك تصعيد كبير في جنين وفي القدس بصوره غير مسبوقه. كل هذا مرتبط بترابط الاوضاع في القطاع، حتى اغراق الانفاق، يعني اغراق الانفاق نفسه عمل مشكله داخل اسرائيل نفسها. بالتاكيد، فهو النهارده الخوف، كل الخوف من دعم امريكي كامل، وهو ما يجري بالمناسبه في الجانب الاسرائيلي ايا كانت الحكومه الحاليه او الحكومه القادمه، لكن الوضع يشجع اسرائيل على التعجيل بالترتيبات الامنيه في عمق القطاع والبدء في اقامه الكانتونات او البلوكات في قلب القطاع، ثم الحديث عن حكم القطاع لاطول مده معينه الى ان تعود السلطه، يعني الى ان تعود السلطه، لان السلطه في كل الاحوال اكيد ستعود لحكم القطاع، يعني في النهايه اسرائيل ستقر بهذا الامر، لكن بترتيبات امنيه وترتيبات استراتيجيه تحمي امنها، وبطبيعه الحال الحديث بعد ذلك عن امكانيه التعامل مع اي افكار مطروحه. الاداره الامريكيه غير صادقه في الترويج لفكرة حل الدولتين، يعني من العبث أن نصدق أن الإدارة الأمريكية برغم تبنيها في خطابها الإعلامي والدبلوماسي هذه الفكرة، فكرة محاربة حل الدولتين، أنها تتشرع في هذا التوقيت، لأنه كما تعلمي الإدارة الأمريكية منشغلة ومنغمسة في انتخاباتها الرئاسية أكيد. وفي ترتيبات، حتى الرئيس الأمريكي بدأ الكونغرس خلال الساعات الأخيرة تقديمه للمحاكمة باتهامات تطول نجله، وبالتالي الإدارة الأمريكية ستكون أيضا الإدارة الأمريكية كمان يعني تبحث عن مصالحها. احنا كمان تابعنا كمان يعني ABC نيوز يمكن منذ أسابيع أعلنت أنه يعني شعبية جو بايدن في تنازل، يعني وكان في استطلاع بنزول الشعبية. طيب سؤالي الأخير بس أحب أستفسر، أنه نحن كمان أمام رأي عام إسرائيلي متطرف آخر أكيد. طلعت الرأي التي أجراها مركز دراسات الأمن القومي INSS، وده مركز مهم في تأثير إسرائيل، أكد أن أكثر من 70% من الشعب الإسرائيلي يريد استمرار الحرب. هذا يؤكد لحضرتك أن القضية ليست الإفراج عن أسرى أو رهائن أو غيره، القضية مرتبطة بنمط التفكير الأيديولوجي الحاكم للجمهور الإسرائيلي أكيد. وكأن الاستمرار في الحرب دكتور طارق بالنسبة لهم مسبوقة في تاريخ المواجهة، والاستمرار في العمليات الإجرامية في قطاع غزة، والاستمرار في هذا المخطط الشيطاني، وبالتالي هم يستثمروا أيضا في مجلس الأمن قرار أكيد. اسمح لي بس دكتور طارق، فشل طبعا بعد حق النقد والالتجاء إلى الجمعية العامة، كلها طبعا أمور لها دلالات رمزية. نحن نريد أن نوقف هذه الإجراءات والترتيبات الشيطانية لإسرائيل في قطاع غزة، ولابد من طبيعة الحال من تفعيل كل الأدوات، يعني طيب اسمح لي دكتور طارق او باستدعاء القوى الدوليه. دكتور طارق حضرتك سامعني؟ اسمع حضرتك اتفضل. اسمح لي بس دكتور طارق، يمكن يعني انا بتفق مع حضرتك في كل ما ذكرت، ولكن سؤالي الاخير اللي اتمنى حضرتك يعني توجز لي فيه، ان السؤال الاخير، نحن نرى منذ بدايه الحرب كان هناك مجلس حرب، وكانت امريكا يعني موجوده في مجلس الحرب وربما كانت تقوده، ولكن هل الاخفاق
والفشل في إدارة الأزمة بهذا التوقيت، يعني هذه الأيام اللي تخطت هذه الأيام الكثيرة والشهور اللي احنا فيها في الحرب على غزة، هل هي جعلت هذه الكلمات أنه مهمة فيها غاية في الأهمية، وأيضا أنه يكون في خطوات أكثر دقة؟ هل هم يشعرون بالإخفاق وإدارة الأزمة من الجانب الإسرائيلي وأيضا من الجانب الأمريكي؟ يعني هما الاثنين يعني يتساووا في الحرب. حضرتك سألتي وأجبتي أستاذة شك، يعني هو في إخفاق على المستوى إدارة الحرب على الأقل بالنسبة لإسرائيل، لأنه بعد كل هذه الأيام من المواجهة الطويلة ومرور الأسابيع الماضية، إسرائيل حتى هذه اللحظة لم تستطع أن تبني أو أي ترتيبات أمنية حتى الآن، رغم كل تقدمها واستخدامها لكل هذه الأساليب والأنماط العسكرية والاستراتيجية واستمرار المقاومة الفلسطينية بصورة أو بأخرى. لكن الولايات المتحدة تريد أن تنتقل كما ذكرت لحضرتك إلى مرحلة تالية لترتيبات أمنية وحسم الأمر، لاعتبارات متعلقة بالأمن القومي الإسرائيلي. لا تصدقي أن إسرائيل في حالة نشوة، هذا كلام تدفع الميديا الصحية تصور لنا هذا، الجمهور الإسرائيلي يعيش تحت الأرض حتى هذه اللحظة، والدولة تعاني طبعاً من شلل، والنزوح اللي حصل في غلاف غزة وفي المستوطنات، وبالتالي كل هذه الأمور بقى بتفرض على الولايات المتحدة أنها تضغط في هذا الاتجاه. وقف الحرب منع لحالة الشلل السياسي والاقتصادي الكبيرة في إسرائيل، حتى لو اقتضى الأمر تغيير حكومة والبدء في تنفيذ هذه الترتيبات على الأقل من جانب واحد، يعني من الجانب الإسرائيلي تخوفا على الاستقرار السياسي في إسرائيل، والتأكيد طبعا على أن نتنياهو يريد البقاء أطول مدة معينة والاستثمار فيما يجري لبقاء حكومته وبقاءه هو شخصيا منع للمحاكمة. بعيدا عن المحاكمة هو تم استدعائه منذ 4 أيام للمحاكمة، صحيح. يعني هو رئيس وزراء الإسرائيلي نتنياهو بدأت استئناف عملية محاكمة منذ 4 أيام، فبالتالي أيضا الرجل يقع تحت ضغوطات كبيرة، صحيح. ليست فقط من الجانب الأمريكي لكن أيضا من الداخل الإسرائيلي في هذا التوقيت. أكيد عموما الأيام المقبلة سترينا إذا كان هناك فعلا يعني في غاية من الدقة، أو في أيضا يعني أشياء تستحق فعلا الاهتمام والوقوف، وحنعرف كل هذا الكلام إلى أين سنصل به. أشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية.